اخوان لا حد يقول ما سمعت هاي البصمه. سمع هاي البصمه وعلق عليها، اذا اكو غلط انا حاضر. مساء الخير اخواني واصحابي اصدقائي. المؤامره كل كبيره هي خصخصة خطوط الجوية العراقية بواسطة السعد الخفاجي بواسطة علي وكرامي. يجب استفلاس هذه الشركة وخصخصتهم لهم. الموضوع مساعدة كتلة إسلامية سياسية تخصخص هذا الموضوع. يعني احنا عندنا اسطوننا 34، احنا أعرق بلد بالطيران، شلون احنا نخصص بلدنا، نخصص اسطوننا؟ كفاح وعباس عمران هم المتهمين بهذا الموضوع، وعلي الأوكراني وسعد الخفاجي هم المتورطين بهذا الموضوع. اخوان انا حسن جمعة، رئيس تحرير النهار، رئيس مؤسسة النهار، أثبت لكم بأنه أقسم بالله العظيم هذا الموضوع هم يريد يستفلس هاي الشركة ويخلوها بالخصاصة، وهاي الوثائق وهاي الأدلة. أخوان تابع الموضوع. موضوع جيد. سمعتوا الحسن جمعة رئيس تحرير جريدة النهار يقول هذا التسريب الصوتي اللي هو سربه، يقول يابا ترى علي الأوكراني وعباس وضيم الله وطرقاعة وطرقاعة السودة اللي طاحت على روسنا وروس أهلنا، هذول يريدون يفسخون الخطوط الجوية العراقية ويبيعوها تفصيخ ويخصخصوها وتصير شركة خاسرة تروح، أي تجي أي شركة وتتخصخص وتروح. حلو حلو، كفو والله. ويقول منو اللي وراء هذا الموضوع ومنو ساندهم؟ حزب إسلامي سياسي. منو هو حزب إسلامي سياسي؟ منو هو؟ احنا شعدنا حزب إسلامي سياسي، هو منو اللي لازم هاي الشلة كلها؟ من اللي لازم المطار؟ من اللي لازم الخطوط الجوية العراقية؟ عباس المن تابع؟ يا حسن جمعة ليش ما قلت لهم هذول تابعين للمالكي وربعه؟ ليش ما حكيتها؟ شنو حزب سياسي إسلامي؟ هذول مو شلة حزب الدعوة، هذول مو ميليشيات حزب الدعوة، شنو حزب إسلامي سياسي؟ حسن جمعة ما انت شطيتها شطها عدل. حزب إسلامي سياسي يا حسن جمعة، والله واسف عليك، انت ما تخاف. قول انت، قلت كل أسمائهم، خلي يلحقون، خلي يلحق رئيس الوزراء يلزم الخطوط الجوية العراقية، لأنه راح تنباع، راح تنباع تفصيخ. ها وصلت الرسالة يا أبو هيا؟ وصلت الرسالة يا رئيس الوزراء؟ وصلت الرسالة؟